الصورة موجودة اللي عندي في البيت، يمكن أخذتها الصورة هذه لابس عمامة، هذه آخر وقت لبس فيها العمامة. ليش؟ فلما رجع وصل منطقة يسموها الفاو مقابل المنطقة اللي ساكنين أهل بيها. ذاك الوقت ما أكو وسائل ماطور أو شيء، كان أكو بلامة البلم يعبر بس ما يأخذ فلوس من اللي لابس عمامة احتراما للعمامة، لأن العمامة ذاك الوقت زين. فكيف لو كانت عمامة سوداء؟ سوداء يعني سيد زين. فالظاهر راكبين قبله 3-4 عمايم، اجى هو فكأنه النوتي هذا اللي يدفع يجذف بالبلم استاء من الموضوع، ما يقدر ياخذ منهم فلوس ولو هي عبرة شط العرف فقط بسيطة. اي فقال ضحك، قال الله يكثركم، او اي ما معناه او بصوره غير يعني ما الواحد مستاء الله يكثركم، يعني كانه يقول الله يكثر المجادي بهالشكل. فوالدي ضمها لهذه، فوصلوا الى نص النهر، والدي شال العمامه ذبها بالنهر، ذبها بشط العرب. فقال لي الآن أنا ما لابس عمامة، هاي الأجر لازم تأخذها من عندي. تشك سميرة بصحة القصة بأن جدي رمى عمامته السوداء في شط العرب، والعم نجاح في باريس يقول بأن والده نزع عمامته فقط ولم يرتديها مرة أخرى أبدا. لا نعلم ما حدث للعمامة، لكن ما نعلمه أنه قد كسر تقليد أجداده وتخلى عن امتيازاته الدينية. بطبيعة الحال أثرت معتقداته بطريقة تربيته لأبنائه.